غادي شي كلشي تعاون شي خالتي كلشي واجد ها كلشي وجدتو ناض يلا تبعيني واخا عطاني ربي عطو زبا ما كنت حلم يا انا كبير وحده هذا ملي جيتي عندنا اخويا والله الا موحشينك شحال مشناك اصاحبي وكم جاتك الخدمه وكنتي تجي واش غدير الله الا مع لي بلاصمون وديك الشيء راك عارف خدمه كي داير الوليده تبعك الله يحفظ الوالده بزاف داك الشيء علاش ما جيش هاي الوالده هاي تتشوف فيها فين الوالده لاباس عليك لاباس كلشي مزيان والله الا توحشناك وما تجي ما تشوف مو والله الا مع لي بلاصمون راك عارفه مراكش وسميتو والصهد وداك الشيء سلاك ويني با شاب البوك الله ياك بخير كيبقى شي رجلك يا رجلي شي شتيني كدا اخويا بالسالي الحمد لله شي مزيان صحه بخير كثيره شي مزيان هاك كب اخويا الكبير كب كب عدا تقال مالكم من مال ومالي ميلو ليا قديما مديرون شي هاد الوالد طيبت واش راك يطيح فمك تصايب هادشي راه خلى انا غنكب ماشي صايبي صايبي بنيتي القلع مزيان صايبي راه مكمش تبارك الله على مرت خويا حادقه اش مرت خوك رانا اللي فايقه مع النبوري نصايب لك ما تجغدر اما كما كانت امي مشكره كتاك ولا يجي فمو اش كنديروا هما سوخا ديال خايا خويا الطابله ما حطش اش حشومه هادشي فيه العيب والحشومه اه خليها خليها بحال مامتي فين هو خليها برا راه مشى يصلي والله الا نسيت كلمي كلمي سيري كلمي يا بنتي كنت نسيت بابا سيري سيري شد البوق بعد عدم غنشوف احنا السلام السلام عليكم ورحمة الله بابا اهلا 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 هانيا الله يقبلك بابا الله يقبلك بخير كدير الحمد لله بنيتي انا بنيتي كدير لاباس عليك اللهم لك الحمد كدير امي لاباس على بنيتي الحمد لله علاش ما جبتي واش معاك واك عرفتي مع المركوب والطريق وراه كدير ما شفتش كبر الله يتوحشك بخير كان باجي عندكم ما كنلقاش الوقت واش غدير بنيتي الخدمه هي اللي صبري كاين دايره مع هاد الناس هادو لا بس شكرا كي دايره معاك واحد وسك بخير من هذا واش مزيان الحمد لله بخير اللهم لك الحمد بنيتي اللهم لك الحمد وصبري بنيتي صبري اش غديري راه لا الحمد لله راجلي فاهمه انا وياك شي لاباس الحمد لله كي دايره راجل بخير بعدا لاباس لا لاباس عليه راجلي حلوه بابا لا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يلا با نمشيو عندهم راه كيتسناو فينا واخا بنيتي واخا يلا باش نعاونك زيد يلا ماشي انتوما علاش سكتو فيا خليوني بغيتي سمعي الدري الدري تبارك الله عز علينا بان مع اليافك شنو بغيتي اكثر من هذا الشيء علاش كتعاملي معاه بحال هكا علاش قلت لي ما تجيبهاش ليا علاش كيفاش علاش والدري كتعامل معاك مزيان فين ما كنجي كنلقاه موجده لك كلشي انا اللي موجده هادشي انا اللي عاجنا هادشي وما يضع ليه من النبوري اش كديري كاع نهاري غادي جايه ليا هنا شوف الوالد الانسان غادي كيكبر ماشي غادي كتصغاري تبارك الله ربك عطيك لا لا بنيتي صافي امي يديك الله يديك الله انا نسيت بحال هادشي مرحبا بخير مرحبا بخير كيشي بخير خير امان كيشي مزيان صحاب خير دار لاباس شحال فينا وباك فينا وباك فينا عارف شي ديك زاد ولا ما بقيناش ناف واش غدير يا وليدي راه مع الطريق راك عارف الطريق تما الجبال والدور تما والدور راك عارف ومالا راه واكله شاربه بخير مالاش خاصه الله يكثر خيرك من هنا خذ 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 مرحبا بكم خذ متي حشمه
زيد السيستم غير الويزات عارفك عزك الدوز خذ السيستم ديكورك عارفك تاخذ وحده شكرا حشومي خذ مرحبا بكم مرحبا خالتي انا كنصبر عندك شي حوايج نصبرهم ليك ما عنديش عافاك خالتي مضي السحاره فحالك خالتي اي انتيا ماني تصبي نعطيك حوايجي باش تسحري ليا فيهم نوض 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 تصبني نوض نوض تصبني بعدي مني قالت تعطيني حوايجك نصبرهم لك سيري صبني عرك انتك مالكم إذا كان بوحدك؟ خليني عليك ما ماليش مالكم ما عمتاني شنو كاين ليك لاباس شوف ديك مراتك وليدي اش دايره فيا اش دارت فيك مراتي خليني اويدي خليني جي ليا لك على داري عمتي انا من نفس القصه مش انا امي واش انا كنشوف فيك تعامل معاك زوين ويا عمرها شي دارت فيك شي حاجه ولا شي شوفه ناقصه كتعامل معايا زين طلبتك حتى بنيتي الله يرضي عليك بنيتي عندها واحد جوج بيجامات صبنيو ليا سمعتني اللي ما يتسمعش صافي امي صافي انا ما نهار الاول وليدي قلت لك ما تجيبش ليا تكلف على الدار انا عارفه شتي مرة عاد نرجعو نفس القصة نفس هادشي ديال بنتك دارت فعلتي مراتك صافي امي الله يرضي عليك شوف وليدي بغيتي رضاي تفارق معاه بغيتي سخط تبقى معاه واش انا بنتي تدرت معاه الوليدات عاد غادي نطلق واش امي غادي نضحك في راسي واش امي بغيتي انا واش امي بغيتي يضحكوا عليا في الخدمه قالت وليدي طلقها وانا من غدا نزوجك بلا لا البنات عطلقها وامي وانا هذيك هي اللي كنبغي وهذيك هي اللي ما غاديش نتفارق معها وهذيك مرد عليك نوض 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 من حدايا نوض نوض من حدايا نوض نوض المسخوط راك مسخوط شبه بوك بالسيف اللي توقف وجه امك ما تحشم مطرمش تهز فيه العين تقول هذيك اللي كنبغيها قالت العراض سمحي لي امي ولكن راه كلام كلامك شوا شوا والله الا ما بقيتيش تحشم وليتي عيني عينك وكتقول لي انا نبغيها ما حشمتيش امي استغفر الله ما معرفت انا جدك خاطر ولا جدك خاطر يا امي نوض وليدي نوض نوض سير قلبك على خدمه نوض استغفر الله يا الله قلت لي ماما بغيتي تصبني لها انا نعرف شوف انا عبدو كنت ديري بحال المخرة قهرات نعرفك مشيتي عندك قلت لها خالتي عندك شي حاجة نصبني لك قلت لي ماما هي غادي تسحري ليا فيها واش هادي حضرة واش عمرني درت لها شي حاجة عبدو حتى من رجلها كنرقصون ولا كتقول لي لا اي واحد كيجي كتسخسخني قدامه شوف عبدو كيف كتقول صافي المرا صافي مسحي بالنور دابا ان شاء الله يسهل الله ويدير دارنا بواحد شنو نهار يلا دير بحال ما يمشي والله الا كما كنهش ليها في قلبي نهائيا وليك راه عيق عليا هي باغي تزوجني بنت خالتي وانا راه باغي نتزوجها كتقول لي طلق من اللي نتزوج هي سمعتها شو ما لا بغات تتليش مني مع راجل ما الا حشوم كنبغيو كيبغينو عايشين حياة زوينة هي بغات تدخل بيناتنا راه ماشي اللي غادي يتزوج بنت خالتو راه هو اللي خاصو يعيش ماشي هي راه حشومة هادشي اللي كدير ليلى حشومة سعد واحد تعال وليدي تعال وليدي كيبقى شوية شوية مزيان وانت وليدي الله يرضى عليك راني حسيت براسي عيانه بزاف هاد اليومين اول تمشي معايا الطبيب الله يرضي عليك اوليدي نمشي بغيتي تمشي اوبغيت نمشي اليوم وانا الله يعيطوا لي على الخدمه اوليدي ومامتك هي الاولى المهم ماشي مشكله نخلي السوار ديال الطوموبيل مرات خويا هي غتشكل هادشي معايا تمشي والله وشكون ولدي هي ولا انت ماشي مشكل بحال بحال هي راه بنتك وسير وليدي سير سير شوف وليده كي داير وليد اوف
الله يلا بخير ابو نمشي. لاباس عليك؟ الحمد لله شي لاباس نفطر وخلاني راجع للخدمة. وليدي عاد وراك نمشي. راني حسيت براسي عيانة هاد الأيام أوليدي والصحة بدات تقلال. الله يجيب الشفاء ابو نمشي الله يجيب الشفاء. الله يسعدك. تمشي معايا اليوم الطبيب الله يرضي عليك. راه قلت لك ابو نمشي جيت غير نفطر وغادي نمشي. ها نورا راه رضتي معاك مع نورا. تما وليدي اللي هدرت معايا يقول لي جيت نفطر ونمشيو. وامي واش مراتي عما راه قصرات من جيتك شي حاجه؟ استغفر راه بحال كاينه هي امي يمشي. وانتوما اللي ولادي راه انتوما اللي خاصكم توقفوا معايا وتكونوا معايا. راه حتى هي بنتك ها امي انت راه حتى هي بنتك. بنت موالي هذيك هذيك بنت مواليها. امي بقيت باغي الفطور لا والو. نورا انا صيفط طيب طيب شي. نعم مسخط سير سير شابين بوكم. الله تا صاحبي والله ما بقينا كنسالي ويا صاحبي بزاف راه الخدمه واحد واو 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 تتفرج في الماتش البارح بزاف اليوم لعب المنتخب الثمانيه خسروا بحال ديما شادين حتى خليهم يخسروا اصلا ليكيب عندنا هذاك سلام كيفاش مع شي خدمه والله الحمد لله ساليتي بعدا شقاك ساليتي روينتك سالي بغيت نقول لك الميم ديالي حاول الوالده بقات كنخوت على كل شي حاجه ما ما نوصيكش نعرف واش انا عاود وكنجاوبها انا عارف ديك شحال مره كيكون معنا واش كنجاوبها زين راه دايره بحال الميم الصباح قالت لي مريضه ديتها السبيطار هادشي علاش جيت نهضر معاكم شنو قالك الطبيب؟ يلا كتصوم انا غنقول لكم ولكن نبغيكم تكونوا رجال العشينا يد ممكن بس واش كاين شي حاجه عند امي الصراحه وليد عندكم هذا بالصراحه وليد يا صاحبي دابا راه باقي الحال يلاه باقي تيتعالج انا بغيكم توقفوا جنبه شي انا واخا كدير معايا داكشي كامل ولكن راه بحال بنتها مع عمر لي غادي نفوتها ما يرضي عليكم خليكم حداها في ما تبغيكم تلقاكم راه قال لي الطبيب راه ما غاديش تطول بزاف واخا يلاه بالي فيها صافي كوني هاني صافي عافاك عبد راه ما مشكلك صافي ماما صافي كوني هاني اش بان لك دابا في هاد الشيء انا غنمشي نكمل شوف 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 اش بان لك صعب في هاد الشيء تصدم شحال قلت المسكينه كاع ما تسلاش ليه يا صدمة بزاف المهم انا راك عارف لي مع الخدمه وداك الشيء خاصك شي فلوس شي حاجه دوز الكونت راك عارف تا نورا تا هي راه ما مخليه والو من جهتها الوالد الله يهديها نورا ونورا وابنيتي ماما خالتي تعال ابنيتي تعالي لعبة ابنيتي كدير خالتك بقيت لا بس ابنيتي شوية 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 الحمد لله ابنيتي هادي بقيت هادي الله يرضي عليك الله يرضي عليك ابنيتي الله يجيب لك الشفاء بشوية بشوية عند خالتي بنيتي الله يرضى عليك دابا يفوتك الحال خالتي دابا صبري ان شاء الله وتنوضي عاوتاني تولي تقول لي سير عادي مني الله يرضى عليك بنيتي انا مفرشك برضا ومغطيك لا لا خطيك مفرشك برضا ومغطيك بها بنيتي ابنيتي راني بغيت نهضر معاك واحد الموضوع واخا خالتي بغيت نطلب منك السماحه ابنيتي يا خالتي وين انت حاجه راك عارفه صحيح تقلالت والزمان غدار ابنيتي واليوم بصحتك وغدا بلاش يا خالتي ملي بديري في بالك والو انا مسامحاك ابنيتي انا بغيت عند نتسامح معاك ونطلب منك المسامحه انا عارفة بنيتي كنت قاسحة معاك شوية الله يرضي عليك بنيتي
الا ما سامحيني واش كيقولك عليا انا مسامحك والله خالتي تنسامحك سولي ولدك عبدو وسال شنو كان قول ليا والله ما هز عليك شي حاجه في قلبي راك بحال ميمتي نوضيني بنيتي او شويه بارك راك خالتي نعاونك شي حاجه لا خالتي وين شدي راسي شديها عويلي هذا معدن ميمتك هذا بنيتي راه كان ديالي المهم عطاتو ليا درك راه لك الله يرضي عليك بنيتي شكرا على خالتي وتهلاي في الدراري من بلادي لا خالتي ما تكريش بحالك باقا العمر طويل ان شاء الله شكرا على خالتي الله يرضي عليك ما يجيب لك شي